الدول الاوروبيه، وانت شفت اليوم الدول الاوروبيه ما عاد في شيء مع الاحداث. بالنسبة للمسكن أو الفنادق أو المنتجعات، أهملت المنتجعات بعد 2011. كان في بعض المنتجعات اللي ممكن كانت تستقبل في السياحة البرة أو تستقبل سياحة خارجية وداخلية، تم إهمالها. أيضا الفنادق تم إهمالها. ممكن السياحة باش نشجعوا حتى السياحة الداخلية نعملوا حتى فنادق شققية، ونعملوا شقق ونشجعوا السياح، نشجعوا جميع اللي عندهم لديهم مدن سياحية أو قرى سياحية يدعموا، بحيث ان حتى لما تجي السياحة المحلية يقضي فيها الأسرة او الجروب الإجازة متاعها ويلقوا المسكنة ويلقى كذا. هذا تشجيع للسياحة المحلية او كانت سياحة الخارجية. نفس المعطلة نحن نعاني منه اللي هي السكن والفندقة والحاجات هذه. فقرة ايضا مهمة ومهمة غاية مهمة جدا للغاية، اللي هي التركيز من وزارة السياحة على المرشدين السياحية اللي تفتقرهم المنطقة. يجي سايح، تجي الجامعات، يجي السياحة المحلية، يدوروا مرشد سياحي يحكي لهم أو ينورهم أو يبصرهم بالمنطقة. ما فيش، ليش؟ لعدم وجود المرشد السياحي. أقيمت في اللجنة الشعبية العامة، متذكر مش عارف في التسعينات، دورة المرشد السياحي، اعتلاها حوالي ممكن 20 أو 30 شاب، عملوا لنا الدورة. كملت الدورة مدة 10 أيام، بعدها انتهت الدورات السياحية موجودة أسوة بباقي المناطق السياحية. تمشي للخمس، تمشي للسمات، تلقى مكاتب سياحية وناس مزاولة النشاط، زي ما نعرف الرخصة السياحية تحتها الإدم من اللجنة الشعبية أو وزارة السياحة. الموضوع هذا منتهي عندنا هنا. النشاط السياحي، المكتب السياحي مش مهتم، مش عارف من 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 القاعدة من هنا ولا من غالي. هذا أيضا نبوها تركز عليه وزارة السياحة، بحيث أن نطوره ونشجعه السياحة في الجنوب هنا.